عجيب. يقول ها ماذا يقول؟ هو يسأل مدى صحة هذا الأمر لأن هذا منتشر. نعم أنت هذا الأمر يقول إنه يموت سبع مرات إيه. يموت ويرجع إيه. يدفنوه ويرجع مرة أخرى. زاني نمبر أن اللي يقولوا ماتين فيتو زانية مات شيء بكون نتويا برهيا بب نليف شيء بكون يبوق زاني نمبر أن بكون مات لك بكون نليف زاني نمبر أن يرحم شيء بسيط. موت واحدة فقط عندنا. زانية دفن الإسلام سيرا ولا زانية القرآن زان كنا فافاتي سنة دين تايك فوق. هذا كله من الدجل من السحر من الكهانة. قصيب لنبارا راح يابزان بيتناسني راح زي فيسان شيطان زان فيسان ساتان زان زابد. من فعل الشياطين. يعني سن أصلا شيطان زان زابد زي ها همير فيريو. إذا جاءت عندنا أشياء على خلاف معتاد الناس هذا لا يمكن إلا أن يكون هذا من الشيطان. لماذا لم يحدث هذا مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ تشيا متمميت غزانجي كفنتاني من مناكم فمنان محمد صلى الله عليه وسلم ريفيني ماتني ماتين رايك ابو هل هؤلاء افضل من النبي عليه الصلاه والسلام؟ قال لي ود ماتين فيترو في سار الله في مهوتن فمنان محمد صلى الله عليه وسلم. هذا كله من الدجل من الكذب من الكهانه. راح يابزن بارن دي بكم دجل زين دجل زين راح ريسكينو عسى ساتان زين راح يابزي حميري جري موت واحدة للإنسان. نيو لمبيل ديري فماتيا ديا مات إنجاكي فوت دي زي.